وزارة الاندماج تعلن عن شروط القيم الإلزامية. ارتفاع معدل التضخم إلى 5.6% في ظل استمرار الغلاء. الأحزاب تستعد للمشاركة في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي. أكثر من 90,000 شخص حصلوا على رخصة القيادة. وأخيراً تقرير يشير إلى ارتفاع معدل الأعمار في النمسا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت وزيرة الاندماج سوزان راب عن شروط جديدة لدعم مشاريع الاندماج في النمسا تتطلب شرط القيم في العقود. وأكدت راب على عدم قبول التصريحات المعادية للسامية، وأشارت إلى أن تمويل مشاريع الاندماج سيمنح كل عامين، حيث تم تحديد 84 مشروعاً للحصول على دعم بقيمة 17.1 مليون يورو لمواجهة تحديات الاندماج. ويشمل الدعم أيضا جهود مكافحة التطرف مع التركيز على تعلم اللغة الألمانية وضرورة إدخال اللاجئين سوق العمل حتى ولو كانت لغتهم ضعيفة. تصاعدت معدلات التضخم في النمسا بشكل طفيف نهاية 2023، حيث ارتفع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق. ولم يقلل تراجع أسعار الكهرباء والوقود من التضخم كما كان متوقعا بالقدر نفسه الذي كانت عليه في الأشهر السابقة، ما أدى لهذا الارتفاع. وانخفضت أسعار الجملة بمتوسط 1.7% خلال العام الماضي، لكن التضخم العام شهد ارتفاعا كبيرا في 2022 بأكثر من 20%، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.9%. بدأت الأحزاب النمساوية استعداداتها لانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في يونيو المقبل، وأعلن الحزب الليبرالي نيوز عن بدء عملية اختيار المرشحين، حيث تقدم 62 شخصاً لتشكيل القائمة الانتخابية. وسيتم الاختيار الأولي عبر الإنترنت من 15 إلى 24 من يناير، تليها مرحلة تنقيح القائمة والتصويت النهائي في 27 من يناير، بينما لم تحدد الأحزاب الأخرى مرشحيها بعد مع اعتمادها على المرشحين السابقين. أعلنت غرفة التجارة VKO عن منح رخص القيادة العام الماضي لأكثر من 90,000 شخص من الفئة B بانخفاض طفيف عن العام السابق. وشهد سائق الحافلات زيادة بوصول 1400 سائق جديد، والتي تعتبر الأعلى منذ 15 عاما. وأشار رئيس مدارس القيادة في VKO إلى زيادة بنسبة 2/3 في عدد سائق الحافلات، والذي يعوض جزءا من الفجوة في العمالة، حيث تم إدراج سائقي الحافلات ضمن المهن المعرضة لنقص العمال في 2024، وحصل 3,000 سائق للشاحنات من الفئة C على رخص جديدة في 2023. أظهر تقرير الصحة النمساوية ارتفاع متوسط أعمار الرجال والنساء بمقدار 2.9% على التوالي منذ عام 2005، مع بقاء فترة الصحة الجيدة لفترة أطول. وبيّن التقرير أن ثلثي السكان يعانون من ضغوطات مزمنة، حيث طالب بتحسين الرعاية الصحية ونشر الوعي خاصة بين الأفراد ذوي الدخل المنخفض والمستوى التعليمي المحدود. وأشار أيضا إلى أن الأمراض المزمنة شائعة مثل الحساسية والصداع المزمن، والتي بدورها تؤثر على جودة الحياة، حيث يقضي النساء متوسط 9.5 سنة في صحة متوسطة مقارنة ب 16.4 سنة للرجال. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم.
كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.